اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي دورنا الكلام بتاع النهارده، اول بيبر على الكانسر ريكتم او الريكتال كانسر ستيلينج، الكونتروفيرسيت اللي موجوده فيه. دكتوره فاطمه، اتفضلي يا دكتوره فاطمه. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم كلكم. هنتكلم النهاردة على الأناتوميكال بيزس فور ريكتال كانسر ستيجنج كلاريفاينج ذا كونتروفيرسز أند ميس كونسبشنز. الأجندة بتاعتنا انترودكشن خفيف كده، وفي 8 مين ايشوز هنتكلم عنهم. أول حاجة هنديفاين الانال كانال، هنديفاين الريكتم، الانتيرور بريتونيال ريفليكشن والسيجنيفيكانس بتاعها. رقم 4 الميزوريكتال فاشيا اند بريتونيوم، الفرق بينهم والريليشن. الكونفيوجن ريجاردنج سيركمفرنشال ريسكشن مارجن اند ميزوريكتال فاشيا. وبعد كده وات كونستيتيوت الميزوريكتال فاشيال انفولفمنت، انال سفنكتر انفولفمنت اند دي ستيجنج. وبعد اخر حاجه بقى لاترال بريتونيال ليمف نود انفولفمنت. يعني اهميه الموضوع ده جايه من ايه؟ جايه من انه في ديفرنت ديفينيشنز، والديفرنت ديفينيشنز دولت اكوردنج للاناتومي، اكوردنج للبوينت اوف فيو اللي كل واحد من السبيشاليتي بيبص عليها. واحنا يعني تول علشان نجاوب الاسئله بتاعتهم. ففي عندنا ديفرنت اناتوميكال انكونسيستنسز وفي سورسز اوف كونفيوجن. الام ار اي ليه بقى بيحل لنا الدور ده؟ وهنا بيجي الدور بتاع الراديولوجي، لان هو قادر ان هو يديبكت الاناتوميكال ريليشن بين التيومر والكريتيكال بيلفيك ستراكشرز. تاني حاجه بيترياج السيرجيكال ريسكشن والنيو ادجيفنت كيموثيرابي with the goal of minimizing the local recurrence. تالت حاجة بقى في evolving paradigms for treatment، يعني بتخلي الـ MRI هنا included in the management of rectal cancer. هنشوف الكلام دوت لما نابلاي. أول حاجة definition of anal canal. في confusion كبير وفي overlap بين الـ anatomical anal canal وبين الـ surgical anal canal وبين الـ lower rectum. ليه؟ لأن كل واحد لابس النظارة بتاعته وبيبص عليها. السيرجن التارجت بتاعه في الاخر ان هو يعمل سيرجيكال ريسكشن من غير ما يحصل كومبليكيشن. الانكولوجيست سواء كان راديشن او ميديكال انكولوجيست بيدور على ان انا ما لما ادي الراديو او الكيموثيرابي او الاثنين انه اقلل البريتونيال كارسينوماتوزس اللي عندي، واللاترال بيلفيك ليمف نود نت ما يبقاش عندي الكلام ده. الفاكتورز دي كلها بتعتمد على اللوكيشن اوف ذا تيومر وذين ذا ريكتم. الام ار اي هيورينا الريكتال تيومر والريليشن شيب بتاعتها تو ذا سفنكتر تو ذا بريتونيوم تو ذا انو ريكتال رينج اند ذا بوني لاند ماركس. الام ار اي اللي على ايدينا اليمين دوت، الجزء اللي فوق الوايت ايرو دوت، بيورينا ديفينيشن اوف اناتوميكال انال كانال. الاناتوميكال انال كانال باي ديفينيشن هي عباره عن الجزء من الـ اللور جي اي اللي بيكستند فروم الانال فيرج ديستالي للدنتيت لاين بروكسيمالي. طيب بنعرفهم ازاي في الام ار اي؟ الانال فيرج في الام ار اي اناتوميكال ديفينيشن يعني هو المكان اللي بيحصل فيه التقاء الجنكشن بين السكويموس ايبيثيليوم بتاع الجي اي مع البيري انال سكين. وفوق الدنتيت لاين دوت، الدنتيت لاين ده طبعا حاجه هيستولوجي اللي هو عند الترانسفورميشن من السكويموس ستراتيفايد ايبيثيليوم بتاع الانال كانال من الكولامنر ايبيثيليوم. بتعرف ازاي؟ يعني في الصوره ديت، الحاله دي المفروض ان هي واخده راديشن ثيرابي فيها شويه اديمه. الكولامنر ايبيثيليوم يعني ريلاتيفلي هايبر انتنس في التي 2 عن الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، فالحته اللي فيها ترانزيشن ده هو الدنتيت لاين. فده الاناتوميكال. السيرجيكال بقى فور سيرجن، هو الديفينيشن بتاع السيرجيكال انال كانال هو فانكشنال مش اناتوميكال. فهو بتنكلود تو بارتس، يعني السيرجيكال هي الجزء الاصفر دوت بياخد الاناتوميكال، بياخد الاناتوميكال انال كانال بلس جزء من اللور ريكتوم. طيب الجزء من اللور ريكتوم دوت لحد فين؟ لحد جزء اسمه الانو ريكتال رينج، هنتكلم عليه قدام. يبقى دول ايه التو فاريانتس الاولانيين. تاني حاجة لما نيجي نعمل ديفينيشن للريكتم، الريكتم بقى عنده مشكلة كبيرة انه عنده كذا ديفينيشن. عنده ديفينيشن باي بتاع ميجرمنت، وفي بروكسيمال ريكتال باوندري وفي ديستال ريكتال باوندري. يعني معظم الناس اللي بتشتغل
اللي هو الميجرمنت دوت بنقيسه حوالي 15 سنتي. في ناس بتقيس الديستال بقى، بتقيس من هنا الفيرج، وفي ناس بتقيس ديستالي من الانو ريكتال رينج. واللاين من الناس يعني في انذر ديفينيشن بقى من البروكسيمال ريكتال باوندري بتاعي، هيبقى اللاين اوف ساكرال برومونتري. وفي ناس هتشوفه من عند الكواليزنس بتاع التينيا كولاي والساكرال برومونتري، وفي ناس هتقول عند الاس 2. في حاجات كتير هنشوفها على الصور. يعني احنا ليه محتاجين ان احنا نفرق ريكتال من انال وابر ريكتال من لور ريكتال؟ لانه الفكره كلها في الاخر انه عندي كل جزء من دول ليه بلاد سبلاي مختلف، سواء كان ارتيريال او فينوس. تاني حاجه مع البلاد سبلاي هيبقى فيه ديفرنت ليمفاتيك درينج وليمف نود درينج، وده طبعا هيفرق في المانجمنت جدا. الصور الالستريشن دوت بيبين لنا ايه؟ الجزء البلو الكبير دوت، الجزء البلو دوت ده الريكتوم اناتومي. الريكتال بقى بياخد بلاد سبلاي منين؟ بياخد مينلي بلاد سبلاي من السوبيريور ريكتال اللي طالع من الانفيريور ميزنتريك. تمام؟ لما هيجي يدرين الليمف نود درينج هتبقى ماشيه فولوينج الارتيريال بلاد سبلاي بتاعها، فهتبقى طالعه للسوبيريور ريكتال ليمف نودز والانفيريور ميزنتريك لو طلعت فوق. الديماركيشن بقى بين الريكتال والسيجمويد، ان السيجمويد هياخد بين السيجمويد برانشز بتوع الانفيرور ميزنتريك، ولما هيجي يدي لمف نودز هيدي ليه السيجمويد اللي موجوده في الروت اوف ميزنتريك. فدي ده ديماركيشن نبقى عارفينه. تاني حاجه اللاين اللي هو البلو دوت بيفرق لنا السوبيريور ريكتم من الانفيرور ريكتم. ايه الفرق بقى برضو بين الاثنين؟ انه الانفيرور ريكتم بقى هيبدا ياخد من الانترنال ايليك عن طريق الميدل ريكتم ريكتال ارتري والانفيرور ريكتال ارتري، وبالتالي لما هيجي يدي ليمف نودز هيدي بلفيك ليمف نودز ريليتد للارتريال سبلاي بتاعها. الانال كانال الجزء اللي تحت هيبقى سبلاي بالانفيرور ريكتم ارتري، و ارتريز جايه من البلبس. لما هيدي لمف لما هيعمل لمف نودز هيدي للسوبرفيشال انجوينا لمف نودز. فكل واحده من دول ليها ارتيريال سبلاي وليها لمف نود درينج، وبالتالي الابروتش سواء بقى كان سيرجري او كان كيمو راديو ثيرابي هيبقى مختلف. الصوره دي بتبين لنا ايه؟ بتبين لنا الديفرنت ديفينيشن بتاع الريكتوم. احنا هنا في التاني ايشو اللي بتكلم عن الريكتوم، الجزء الديستال من الريكتوم. في ناس بتديفاين الريكتوم ديستالي باي ذا انال فيرج، وفي ناس بتديفاين ات باي ذا انو ريكتال رينج. بالنسبه للبروكسيمال في ناس بتقسمه اكوردنجلي للساكرال برومونتري الديستال اند بتاعها، او اللي هو الاورنج لاين دوت حاجه عن اسمها السيجمويد تيك اوف هنتكلم عنها. وبعدين اللي هو البلو اوت لاين دوت بيتكلم على اللور اند بتاع الاستو. ديفينيشن بقى اوف اي بي ار، اي بي ار دوت اللي هو الانتيرو بريتونيال ريفليكشن السيجنفيكانس بتاعها. الانتيرو بريتونيال ريفليكشن دوت يعني ايه؟ الانتيرو بريتونيال ريفليكشن دوت هو الترانزيشن من الميزوكولون بتاع الريكتوم، بين الميزو السيجمويد ميزوكولون والبريتونيوم اراوند ذا ريكتوم. بنعرفه ازاي؟ بنعرفه بكذا طريقه. الطريقه الاسهل ان انا بلاقي حاجه كده يعني في الاكزيال تي 2 اللي قدامي دوت، حاجه بيسموها سيجال وينج، كانه اللي هو الطائر اللي على البحر ده، طائر له جناحين يعني. فهو النقطه بتاع التقاء البريتونيوم مع الانتيرو ريكتال وول بتدينا السيجال وينج ده. في الجزء دوت بيبان فين؟ بيبان النقطه اللي بيبقى فيها السيجمويد. السيجمويد هيبعد عن الساكرا برومونتري، ادي الساكرا ما هو بيبقى كونكيف شيبد كده. لما اول ما يبقى فيه ترانزيشن من الريكتم هيقلب ان هو يبقى ترانسفيرس وهيبعد عن الكونكافيتي بتاع الساكرام دوت، ده اسمه سيجمويد تيك اوف. سيجمويد تيك اوف دوت او الانتيرو بريتونيال ريفليكشن بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الجزء اللي تحت ريكتم والجزء اللي فوق سيجمويد، واحنا قلنا الفرق بينهم عامل ازاي. هنا بقى ده مكان
الانتيروبريتونيال ريفليكشن على الساجيتال، وهنا ده شكله في الاكزيال. ولما نيجي نشوف شكله في الساجيتال اكوردنج بقى ميل ولا في ميل، دوت ميل، وعندي مكانه فين بالظبط، بيبقى عند السمنال فيزيكال اللي هو الابر اند بتاع السمنال فيزيكال. هنلاقي اللاين اللي هو هايبو انتنس الخفيف دوت، هو لما بيتوصل بوستيريورلي هيجيب لنا السيجمال تيركوف او الانتير بريتونال ريفليكشن. تمام، هنا بيقول نتكلم على ايه، بنقول ان الابر اند لور ريكتوم بي ار سيبريتد باي ذا انتيرير بريتونيال ريفليكشن. الديستنكشن بين الديستنكشن ان تيرمز اوف انفستمنت باي البريتونيوم والليمفاتيك درينج زونز والبروكسيميتي تو ذا كي اناتوميكال ستراكشر زي الميزوريكتال فيشيا والانفيرور هايبوجاستريك بلكسس والليفيتور اناي والسفنكتر كومبلكس. يعني هو ده بيقول لنا ليه احنا محتاجين نفرق الحاجات ديت من بعض. عندنا الميتساجيتال تي 2 دوت بيورينا ايه، بيورينا الاناتوميكال لاند ماركس ان ديفايننج الابر ميدل اند لور ريكتال اند لور ريكتال تيومرز. تمام، تاني حاجه، رابع حاجه بقى ريليشن بتوين الميزوريكتال فيشيا والبريتونيل. ده الاستريشن كده بيورينا لما انا ابقى واقف ميتساجيتال بنتقسم ازاي. يعني الليفلز ديت هنشوفها في الاجزاء، بس هو ده منظرها في الميد ساجيتال. هنبص على كل واحد من دول، الريليشن بتوين البريتونيوم والريكتوم. اول حاجه في الصوره الاجزيال ديت، خلينا في الالستريشن الاول، هيبين لنا ايه، هيبين لنا الماسكولاريس بروبريا وادي الميزوريكتال فات وحواليها الميزوريكتال فيش، واحنا عايزين نديفاين الميزوريكتال فيش، ودوت اللور موست ليفل اللي هو هنا ده. تمام، فنيجي نبص على التي تو ام ار اي، ادي الريكتوم، ادي الفات الميزوريكتال فات، وادي الميزوريكتال فيش اللي حواليه. هنطلع عند ليفل سي كده نبص عليها، هيبقى نفس الشكل كده، لكن بدأ ان هو يحصل له ديمنينج وهيفرد بقى ايه الجناحات بتاعته. فادي الميزوريكتال فيش اللي هي الهايبو انتنس اللي هي عليها الايرو لاينز دي، الايرو هيدز دي، الجزء اللي بره ديت، وادي الديبنج اللي فيها، وهيبدأ يعمل ايه الجناحات بتاعته. الستيج دي هيبقى فيه بريتونيال كافيتي بقى، انا كده طالع فوق، انا كنت ديستالي تحت هنا وطلع طالعين فوق، فاحنا تحت اكسترا بريتونيال، هنبقى فوق داخلين نبقى في البريتونيال، هيتكون قدامي بريتونيال كافيتي. البريتونيال كافيتي ده شكله في الالستريشن، وقدام اليوترس، وده شكله هنا مساعدنا هنا انه في شويه اسايتس. فلما هشوف في الاسايتس، ادي الميزوريكتال فيشيا اللي هي برضو الايرو هيدز ديت، وبادئ يكون عندي البريتونيوم اللي قدام اللي فيه الهايبر انتنس تي 2 اسايتس دوت، وعندي كمان يعني انسيدنتلي كده في حاجه موجوده على الاوفري اللي على الليفت سايد. ده شكله لما نطلع فوق شويه، كمان هنطلع كمان فوق عند ليفل اي دوت، فخلاص البريتونيوم الكافيتي اتكون خالص، فده الجزء اللي هيبقى باقي لنا من شكل الميزوريكتال فات. يبقى ورا ميزوريكتال فات، قدام بقى البريتونيل، فهنا انا بقيت ايه بارشلي كفرد باي ذا بريتونيل. اخر جزء بقى اللي هو الجزء اف دوت، احنا بقينا فوق خالص، بقينا كلها كفرد باي بريتونيوم، فما عنديش نقطه للميزوريكتال فات غير اراوند السيجمود ميزوكول، هو الجزء ده السيجمود دوت، ادي النقطه دي. بيقول بقى ان في حاجه اسمها كومبايند بريتونيل ام ار اف انفولفمنت. الاجزاء اللي كان فيها بدانا ندخل في الانترا بريتونيال او البارشيالي كفرد باي ذا بريتونيوم، بيبقى في جزء في بريتونيوم وجزء في ميزوريكتال فاشي. الجزء دوت لما يبقى عندي تيومر بقى، ممكن يبقى التيومر واخد الاثنين، وبالتالي هيحصل ايه، هيحصل اب ستيجنج ان كيسز اوف بريتونيال انفولفمنت تو تي 4 اي تيومرز ويز بوتنشال تو بريتونيال سبريد، بعكس ان انا لو حصل لي ام ار اف بس انفولفمنت ويتش داز نوت اب ستيج تي 3 تيومرز للتي 4 تيومرز. هو التي 3 والتي 4 الفرق بينهم بس انه في بريتونيال انفولفمنت ولا لا. فلوجيكالي كده الجزء اللي هيبقى متغطي بالبريتونيوم هو اللي هيعمل بريتونيال ديبوزيتس، الجزء اللي هو تحت البريتونيوم مش هيبقى فيه بريتونيال ديبوزيتس. ده بيولوجي.
ثانية واحدة معلش. ممكن معلش ما تبصلوش ليه؟ متأخر شوية بس. بص. عذرا. هو كنا بنتكلم على كده اللي يبقى عندنا كده الجزء اللي فيه ميزوريكتال فيشيا بس اللي هو الجزء الانفيرير او الديستال. انا عندي تي 3 تيومر ومش هيحصل لها اب ستيجنج. في الصور بتاعت الام ار اي هنا عندي الجزء اللي طالع دوت من الريكتال تيومر عامل انفيجن للميزوريكتال فيشيا اللي هي حوالينا ديت، والجزء الانتيرير هنا بادئ يبقى فيه بريتونيوم فهيبقى فيه انفيجن هنا. لا ده لا سوري انا اسف، الجزء دوت ما فيهوش ده ميزوريكتال فيشيا بس وما فيهوش بريتونيوم، فانا عندي ده تي 3 تيومر. الجزء ده ما عنديش بريتونيوم خالص. الجزء اللي فوق بقى هيبدا يبقى عندي دوت الريكتم ودوت فيه ريكتال ماس، والريكتال ماس مديه حاجه جنبها، حاجه جنبها ديت يا اما هي ليمف نود هنتكلم عنها قدام الجزء ده، يا اما هو ليمف نود يا اما هو ديبوزيت وزن الميزوريكتال فيشيا انفات. فالديبوزيت دوت احنا شايفين ان هو معدي الميزوريكتال فيشن، فدوت بدأ يبقى فيه اوفرلاب او انفولفمنت للاثنين مع بعض. عندنا بيقول ايه بقى، ان اسيسنج بريتونيال انفولفمنت اباتمنت داز نوت ايكويت تو انفولفمنت. لو حصل اباتمنت بس للميزوريكتال فيشيا هذا لا يعني انه ده حصل انفولفمنت للميزوريكتال فيشيا. وبرضه هيجي definition of involvement in mesorectal fascia قدام. Defining the tumor base and the point of tumor transgression beyond the muscularis propria is the key step to avoid the pitfalls. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لما التيومر او الريكتم نفسه لما يحصل في تيومر ويحصل اباتمنت للميزوريكتال فيشيا زي هنا كده دوت الجزء دوت باين ان في اباتمنت للميزوريكتال فيشيا. هذا لا يعني ان حصل انفولفمنت. الانفولفمنت دوت معناه انه هيحصل اب ستيجنج للتيومر. الصوره دي باين فيها ان في انه الريكتا جاء ان كونتاكت مع الميزوريكتال فيش. هو لما حط لنا البلين دوت هيوريهولنا بقى في الساجيتال هيقول لنا ليه حاصل الكلام دوت. هو بس جاست ان البلين دوت جاي اوت اوف البلين بتاع السنتر بتاع التيومر. ده التيومر هو باين كانه السريت التيومر موجود في البوستيرور بارت بتاع الريكتم. هو عشان واخد هو موست لاترالي فباين هنا ان هو في انفولفمنت. لما هنيجي نبص بقى على الكورسبوندنج ساجيتال بتاعه هنلاقي فين، ادي التيومر موجود هنا هو وهنا الجزء دوت مش حاصل فيه اي حاجه، هو بس علشان البلين ادي الجزء بتاع الميزوريكتال فيشيا انتيريورلي في لاين اوف كليفج بينهم، فانا ما عنديش هنا انفولفمنت للميزوريكتال فيشيا. عشان كده الكي بتاعنا ان احنا نقول ان في حاجه، هبص على الجزء الكبير من التيومر عند البيز بتاعه وهبص في ديفرنت بلينز، ولو هبص في الاكزيال اجيبه عند السنتر بتاعه علشان اقدر احكم بالظبط في ميزوريكتال فيشيا انفولفمنت ولا لا. الايشو رقم 5 بالنسبه لنا كونفيوجن ريجاردنج سي ار ام. سي ار ام ديت اللي هي السيركمفرنشال ريسكشن مارجن، والام ار اي اللي هو الميزوريكتال فيش. ايه الفرق بين الكلمتين؟ لانه في الاول لما كنت بقرا في الاول بصراحه كنت بعمل يعني بفتكر الاثنين سينونيمز يعني، لكن هم ما طلعوش سينونيم خالص. السي ار ام ديت عباره عن اللي هو السيركمفرنشال ريسكشن مارجن دوت الفاريبل بوتنشال سيرجيكال مارجن ديبندنج اون ذا تايب اوف ذا سيرجري. اوكي يبقى هو عباره circumferential resection margin according انا هعمل اي سيرجن او السيرجن يعني هيعمل اي تايب اوف سيرجن، فهي بتختلف circumferential resection margin دوت surgical definition وبتختلف according للابروتش. اما الميزوريكتال فيشيا زي ما شفناها قبل كده ده fixed anatomical structure. اوكي the two are not interchangeable يعني مش synonyms لبعضها. الام ار اف زي ما شفناها في الصور اللي قبل كده دي عباره عن thin anatomic structure which envelope the rectum, mesorectum, النودز اند فاسكولار والليمفاتيك سبلاي تو ذا ريكتم. السيركمفيرشن ريسكشن مارجن دي عباره عن البوتنشال سيرجيكال دايسكشن بلين along ذا نون بريتونالايزد سيرفيس اوف ذا ريكتم. يبقى موجوده فين؟ موجوده تحت مش فوق. which may or may not follow the ميزوريكتال فيشيا depending on the surgical procedure that's performed.
في حاجة بقى اسمها تي ام ايه، اللي هو توتال ميزوريكتال اكسيجن. توتال ميزوريكتال اكسيجن دوت نوع من الـ من الابروتشز، سيرجيكال ابروتشز عشان اشيل الريكتال تيومر دوت. الموست كومن سيرجري بيرفورمد فور لو ريكتال تيومرز، بنعمل دايسكشن الونج الميزوريكتال فيشي، واوكيجنالي ما اكستند بيوند الميزوريكتال فيشي، لا عشان اوصل للسيرجيكال ريسكشن مارجن ان هي تبقى كيوريتيف او تبقى ار زيرو. فور لوكال لو عندنا بقى لو ريكتال تيومرز which is not eligible for sphincter saving TMA، ممكن نستخدم بقى انتر سفنكتريك ابروتش، ممكن نستخدم اكسترا سفنكتريك ابروتش، او نستخدم من بره خالص اكسترا ليفيتور ابدومينو بريتينيل ريسكشن. فاللي هما الاربعه اللي احنا بنتكلم فيهم دول ابروتشز، سيرجيكال ابروتشز علشان اشيل التيومر دوت. ومن هنا من الاربع اشكال دولت بنقول انه كل واحد من دولت عنده السي ار ام بتاعته اللي هو السيرجيكال ريسكشن مارجن بتاعته، اما الام ار اف دي حاجه ثابته زي ما شفناها في الصور اللي فاتت. السي ار ام فيرسس الام ار اف، الصوره هنا ده الالستريشن بتاعنا، عندي لو ريكتال تيومر كده، وادي البريتونيوم الجزء اللي فوق، وادي الام ار اف تحت، دي اللي هو الاوبزيت بتاعه على تي 2 ام ار اي. بيقول لنا هنا مين انه سي ار ام داز نوت ابلاي تو ذا بورشن اوف ذا ريكتم which is covered by the peritoneum. يبقى السي ار ام بتبقى فين؟ بتبقى في الجزء من الريكتم اللي هو تحت البريتونيال كفرنج. تمام. رقم 6، what constitutes ال MRF involvement؟ لما قعدنا نقول MRF involvement ايه بقى؟ يعني امتى اقول ان في MRF involvement؟ هنقول امتى؟ accordingly ال primary tumor، accordingly ال mesorectal lymph nodes وجودها ولا لا، accordingly ال extramural vascular invasion EMVI و tumor deposit. They all should be assessed relative to the mesorectal fascia and how should be the distance between the mesorectal fascia. هنقيسها ازاي وهنديفايند ازاي؟ incorrect diagnosis بتاع الميزوريكتال فيشل involvement result in over or under treatment. ومن هنا بيبان قوي، يعني ممكن حد من زمايلنا زي ما انا مثلا، واكيد كل الناس في الاول بيبقوا حاسين ان احنا بنتكلم في detailed، يعني details of the details، لكن ما هنقرا وهنفهم وهنابلاي هنلاقي انه يعني few millimeters، وهي فعليا few millimeters بتساوي البيشنت دوت هي ابجريد مثلا لتي 4 وبالتالي ما عندوش حاجه غير سيستميك كيمو، ولا هيبقى لو ريكتم فانا هقدر اعمل له هقدر ادي له كيمو راديو ثيرابي، ولا هيبقى ابر ريكتم وهعمل له سيرجيكال ريسكشن وهقدر بعد كده بريزيرف الكونتيننس بتاعه. عندنا الصوره دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ده تي 2 ام ار اي في الاكزيال سيكشن، بتقول لنا انه الام ار اف هنا سيركمفرنشالي سراوند، الام ار اف اللي هو الميزو ريكتال فيشيا سيركمفرنشالي سراوند ذا لو ريكتم رانز اوفر ذا سيرفيس اوف ذا ليفيتور وترمينيت ات ذا توب اوف ذا بيبروكتال سلينج فيوزز وذ ذا اي بي ار اللي هو الانتيرو بيتونيال ريفليكشن انتيرولي اند سينس ان ذا لاترال اند بري ساكرال ريجن اباف ذا اي بي ار. برايمري تيومر لما يبقى الام ار اف اسسمنت از ابليكابل هتبقى اونلي تي 3، مش هتبقى تي 1 ولا تي 2، لانه تي 1 وتي 2 في الريكتم معناها ان هو لوكال وما عداش الماسكولاريس بروبري. لما هنابلاي بقى الام ار اف انفولمنت هتبقى في التي 3 اللو ريكتال تيومرز اكستندنج انتو ذا انال كانال، ال ام ار اف انفولمنت بتاعها should be assessed only for the component of the tumor in the lower rectum. ليه؟ لان الام ار اف ترمينيت عند التوب اوف ذا بيبروكتال سلينج. يعني بصوا كل البيبر بتلف وتدور في نفس النقط فبتتعاد كتير. الام ار اف انفولفمنت باي ذا برايمري تيومر از بيست اسيسد ات ذا بيز اوف ذا تيومر زي ما شفناها في الصوره اللي في يعني فاتت من شويه كده، which is the most likely point of muscularis transgression. transgression دوت يعني ان هي تعدي الماسكولاريز ميوكوزا. الصورة بتاعت الـ MRI ديت ادي شكل التيومر اللي هو defined by the white dotted line دوت،
شكله ان هو ألسريتد. ليه؟ لان الجزء اللي في النص دوت متاكل فيها ألسر. يعني اكتر حته فيها بقى هقلق منها ان هيبقى في ام ار اف انفولفمنت فين؟ الجزء اللي عدى الماسكولاريس دوت، واكتر حته ابعد من البرايمري تيومر. وعندنا الام ار اف لو احنا شايفين الجزء اللي بره ده، من هنا من هنا من هنا كده، فخلاص ده اكتر حته هنقلق منها، واكتر حته محتاجين نركز فيها ونزوم ان عليها ونشوف هل وصل ليه الام ار اف ولا لا. هو في الكيس ديت ما فيش ام ار اف انفولفمنت، لانه في 2 مللي تقريبا بين، او 2 3 مللي بين اللي هو الديستال اند اوف ذا تيومر وبين الام ار اف، فانا كده بعيد وما فيش عندي ام ار اف انفولفمنت. في حاجه بقى اسمها اي ام في اي اللي هو اكسترا ميورال فاسكولار انفيجن وتيومر ديبوزيت. كل واحده من دول ليهم ديفينيشن، وده جزء من الام ار اف انفولفمنت. يعني انت قول ان في ميزوريكتال فيشال انفولفمنت لو لقيت حاجه من دول، اللي هو البرايمري تيومر ابروتشنج او وصل خلاص للام ار اف، ده الصوره اللي فاتت اسفه. تاني حاجه اللي حصل عندي اي ام في اي اللي هو اكسترا ميورال فاسكولار انفيجن وتيومر ديبوزيت. الفرق بس بين الاثنين ده حاجه يعني راديولوجي وايز، الاي ام في اي اللي هو اكسترا ميورال فاسكولار انفيجن لو لقيت حاجه سوفت تيشو الريجولار سبيكيوليتد كده وكونتينوس مع الفيسل، فغالبا هنسمي ده اي ام في اي. بتدينا واتس كولد ده كوميت تيل ساين، هو شكله هو لينير تيوبولر انترميديت تيومر سيجنال انتنسيتي اكسباندنج ذا فيسل كومباتبل ويز اي ام في اي. الاي ام في اي ليس ذان 1 مليمتر فروم ذا ام ار اف ريفلكت انفولفمنت، يعني لو اقل من 1 مللي خلاص انا كده انفولفد. بالنسبه للتيومر ديبوزيت بقى، التيومر ديبوزيت بنعرفها ازاي؟ ان هي ديسكونتينوس نوديولز اوف ذا تيومر ان ذا ميزوريكتال فات ويز نو ايدنتيفايبل نودل او فاسكولار تيشو. انا مش حواليا الفيسل اللي هنا دوت اللي هو هتكمل معاه، ولا في لينف نود تاني. فده التيومر ديبس. الموست فيزيبل ميزوريكتال لينف نودز ار بنا. السلايد دي بتبين لنا ايه؟ في جزء كده ايه جراي زون بين التيومر ديبوزيت والميزوريكتال لينف نود. لما يبقوا بعيد عن بعض، ولما تبقى الليمف نود ديت انفولفد ولا لا، وهل هي بناين ولا مالينجنت، وحاجات كتيره كده. فهنا يعني الجراي زون ديت مش محسومه، يعني حتى في البيبر ما حسموهاش انها نقول ده تيومر ديبوزيت ولا ده ميزوريكتال لينف نود. فبيقول لنا بقى لو احنا شفنا لينف نود، معظم الميزوريكتال لينف نودز بناين. تاني حاجة radiologic evaluation of the lymph node is limited في كل حتة بقى. احنا في الراديولوجي كله، الراديولوجي limited في الاسسمنت بتاع lymph nodes. even tumor bearing lymph nodes involving the CRM did not confer any increased risk of local recurrence. يعني حتى لو انا عندي tumor وموجود في lymph node اللي موجودة عندي ديت واخده عامله سي ار ام انفولفمنت، قصدي جوه السيرجيكال ريسكشن مارجن، ده مش معناه انه هيحصل لوكال ريكارد. uncommon for a mesorectal lymph node to be only the factor responsible for positive CRM at the histopathological analysis. الجزء ده هيكمل معانا في رقم 8 اللي هو الليمف نود، الميزوريكتال ليمف نود واللاترال بلفيك ليمف نود. الاوفرلاب هنا بين اللاترال بين الميزوريكتال ليمف نود والتيومر ديبوزيت، دي ديبوزيت ولا ليمف نود. فهو بيكات اوف علينا وبيقول لنا انه حتى لو عندنا تيومر بيرنج ليمف نود، فانا مش يعني ده مش هيزود اللوكال ريكارنس، لانه يعني في معظم الحالات هيعمل توتال ميزوريكتال انسيجن، توتال ميزوريكتال اكسيجن، فهيشيلها معاه، فاحنا مش قلقانين من حاجه. وانكومن انه لو عندي بس ميزوريكتال ليمف نود انفولفمنت ان هي تبقى السبب انه يحصل ريكارنس تاني. الليمف نود اند بروكسيمتي تو ذا ام ار اف should be described، يعني احنا كراديولوجي لازم نقولها ان هي موجوده لكن not reported as ام ار اف انفولفمنت.
الجزء الثالث التيومر ديبوزيت فيرسس ميزوريكتال ليمف نود. هنكمل على اللي فات. التيومر ديبوزيت ماي كومبليتلي ريبليس الميزوريكتال ليمف نودز، وبالتالي الديستنكشن بتوين بوث كانوت بي ميد ويز ايمجينج. مش هقدر اقول انه ده تيومر ديبوزيت ولا ديت ليمف نود لو هو التيومر ديبوزيت دوت كالها تماما وبقت irregular وسبيكيوليتد وملهاش علاقه بفيسل عشان اقول ان دي اي ام في اي ولا حاجه. وبعدين to accommodate this limitation of imaging a recent consensus recommend. في حاجة يعني عملوا consensus جديد بيقول لو عندي heterogeneous speculated nodule في الميزوريكتال فات could be either lymph node أو tumor deposit. وبعدين it should be treated differently from smooth well encapsulated mesorectal lymph node even إن هي involved. زي عندي الصورة بتاعت التيتو MRI اللي تحت دوت، هنا باين جدا إن الليمف نود ديت سيركلر وإن هي فيها جزء فيها سوفت تيشو انترميديت سيجنال انتنسيتي، فدي involved. لكن ما حصلش أي انفيجن للكبسول بتاع الليمف نود دي. فهنا هي الهيتروجينس ليمف نود بس هي اللي هنخاف منها. الصورة اللي فوق دي برضو أنا عندي يعني الريكتال تيومر موجود أهو، والريكتال تيومر هنا معدي الكبسول بتاعه، جنبه على طول في ليمف نود. الليمف نود دي أصلا شكلها كويس جدا، مش يعني كسايز وايز هي ممكن تبقى كبيرة شوية، لكن كانتنسيتي وايز وككبسول بريزرفيشن فهي ستيل بريزرف. فدي هتتكتب، هنشوفها وهنكتبها ونكتب السايز بتاعها، لكن دي غالبا بناين. دي ايفن ان هي احنا شايفينها بعينينا ان هي تيومر بيرنج، لكن غالبا ان شاء الله مش هتعمل لوكال ريكتابس. فهو ده الجزء بتاع الكونفليكت بتاع اقول تيومر ديبوزيت ولا اقول ميزوريكتال ليمف نود، وايه السيجنيفيكانس لما اقول ميزوريكتال ليمف نود. فبالتالي الام ار اف انفولفمنت اف ذير از هيتروجينس سبيكيوليتد ليمف نود او تيومر ديبوزيت ان اتس بروكسيميتي تو ام ار اف، يعني لما هشوف وهو ان دايركت ريليشن مع الام ار اف اقل من 1 مللي ساعتها اقول في انفولفمنت وات ايفر بقى هي مين. بات نوت في حالة السموث انكابسوليتد ليمف نود ايفن اف هيتروجينس ان ابيرنس اند بوتنشالي ميتاستاتيك زي الصورة دي. يبقى هنا انا عندي الام ار اف كويسة، وايفن انا شايف ان في تيومر بعيني، انا شايف ان في تيومر، لكن دي مش هنقول ان دي ام ار اف انفولفمنت. واللي فوق دي ده شكلها بناين تيومر، هقولها امتى بس؟ هقولها لما تبقى سبيكيوليتد وشكلها خلاص سبيكيوليتد، فمش هيفرق معايا ساعتها ان اقول ده تيومر ديبوزيت ولا ميزوريكتال ليمف نود. بيقول بقى ايه accurately defining the involvement of the MRF by the primary tumor and EMVR extramural vascular invasion او tumor deposit. عشان اقول دوت يعني افرق ال entities دولت، انا محتاج adhere to few key steps. اول حاجه اقول MRF involvement should be assessed in T3 tumors بس عند ال base of the tumor، ودوت الموست كومن سايت ان احنا يحصل ترانسجريشن او انفيجن للماسكولاريس بروبري. اعمل اسسمنت للبوينت اوف بريتشنج اللي هو الجزء اللي هيخترق من الماسكولاريس بروبري by the tumor signal intensity extending beyond the muscularis probri approaching the MRF. وده بيحصل ايدلي كونفيرمد اون ذا مالتي بلانر هاي ريزولوشن تي 2 ايمجز زي ما شفنا في الصوره اللي هو انا كنت شايفها في الاكزيال فيها انفولفمنت، لما عملتها في السجيتال شفت ان مفيش انفولفمنت، لا ده بس بورشال فوليوم. اوكيجنالي ذا انتكت ريكتال وول ادجيسنت تو ذا تيومر approximate to the MRF is misdiagnosed as MRF involvement. Tumor confined within the muscularis probri at the point of abutment does not indicate MRF involvement. يعني as long as ان انا عندي ال rectal wall intact والكبسول intact فانا ما عنديش مشكلة. ده أول step. تاني step in terms of measurement from the MRF the closest distance from the most penetrating involvement component of the primary tumor سواء كان EMVI أو speculated lymph node أو tumor deposit should be obtained. يبقى لازم نقيس أقل مسافة. أقل مسافة أقدر إن أنا أقول إن هو مفيش involvement لو عدت الواحد مللي، أقل من واحد مللي خلاص فيه involvement. الستيب رقم ثلاثة بقى الام ار اي هاز هاي انتر اوبزرفر شيب اجريمنت بينهم لي هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو حوالي 96%، البوزيتيف بريدكتيف فاليو بيقولوا ان هي قليلة 86% بس، وبالتالي سيجنيفيكانت كونتريبيوتر